بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج السول بورد. في السلسله دي زي ما احنا قلنا زي كل مره اللي احنا بنبدا نتعلم الاوامر الرئيسيه لبرنامج السول بورد، سواء بقى كانت الاوامر في حاله ال2 دي او في استخدام الاوامر الخاصه بال3 دي. احنا شغالين في الاوامر الخاصه بال2 دي او الاوامر الخاصه بالسكتش. في البدايه بنبدا نفتح البرنامج، وبعدين بنبدا نضغط على الكلمه بتاعت البارت، وبعدين بنبدا نفتح الواجهه اللي قدام. الواجهه اللي قدامنا دي بتقول لك ان انت في الحاله اللي قدامنا دي البرنامج بيقول لك انت محتاج تبدا ترسم السكتش بتاعك، فمحتاج تبدا تحط اللوحه بتاعتك او تبدا تختار المستوى المناسب بالنسبه لك. فالمستوى بالنسبه لنا المناسب هيكون الفرونت او التوب او الرايت على حسب الرسمه اللي قدامنا. اول ما بنضغط عليها وبعدين بنبدا نضغط على سكتش، بنبدا الشكل بتاعك اتعدل في حاله ال2 دي. احنا خدنا الاوامر بتاعت اللاين والسيركل والريكتانجل والارك. المره دي هنبدا ناخد امر جديد، وهو الامر بتاع عباره عن حاجه اسمها السلوت. امر السلوت ده كانه جزء زي المجرة، وده بنستخدمه في الرسم التجميعي. بيكون بنفتح زي مكان زي التقب كده، بس التقب ده ليه امتداد معين، او في البدايه بتاعته عباره عن نص دايره والنهايه بتاعته عباره عن نص دايره، وليه مسافه ما بينهم. ده بنستخدمه دايما او بيكون دايما موجود في القواعد، وبتبدا تربط عليه المسامير، وده بيكون شكل الاسطوانه. اول ما نضغط على الامر الاسطوانه اتعودنا بقى ان الامر نفسه بيكون لو في كذا نوع من الامر بيجي لك جنب سهم، او بيجي لك الانواع بتاعته. هنا عندنا 4 انواع بنبدا نرسم بهم شكل الاسطوانه او السهم كده، هيبدا يقول لك انت عاوز ترسم اي نوع من الانواع اللي موجوده اللي عندك. التفعيل بتاع الامر بيكون شكل رصاصي، او الشكل بيبدا يكون غامق شويه. ده ان الامر ده هو المفعل بالنسبه لك، سواء من الجزء اللي فوق او الجزء اللي تحت. طيب امر سلوت، احنا نبدا نختار الامر الاولاني، هو عباره عن السترايت سلوت، او النوع الاولاني اللي هو عباره عن السلوت بيكون عدل في الاتجاه واحد. لو احنا بصينا على الاساسيات او الاوامر بتاعتك او الكونديشن بتاعتك، بتقول لك عباره عن النقطة رقم 1، النقطة رقم 2، النقطة رقم 3. يعني أنت محتاج تبدأ تجيب نقطة البداية، نقطة النهاية، وبعدين بنبدأ نفتح بنص القطر اللي عندك. إزاي أبدأ أعمل الكلام ده؟ لو أنا ضغطت نقطة كليك شمال وأتحرك، أضغط نقطة كمان، يبقى أنت كده رسمت أول حاجة النقطة رقم 1 والنقطة رقم 2. لو طلعت لفوق أو نزلت لتحت بيبدأ يفتح لك شكل السلوت اللي عندك. مازال الأمر معاك متفعل، نضغط 1 2 بعدين 3. ممكن اعمله في اتجاه الرأسي او اتجاه الافقي. ادي كده الاتجاه الرأسي. ده بالنسبه لنا الامر الاولاني. لو احنا ضغطنا هنا علامه صح يبقى احنا كده خرجنا من الامر. لو ضغطنا تاني نقدر نفعل الامر رقم 2، والامر رقم 2 قال لك بنبدا من المنتصف، او مسميه بقى سنتر بوينت سترايت سلوت، بيبدا من النص وبعدين بيبدأ يروح للمركز بتاع أو السنتر بتاع الدايرة، وبعدين بيبدأ نفتح نص الدايرة اللي عندنا. آدي النقطة رقم 1، النقطة رقم 2، وبعدين بيبدأ يفتح. هو بدأ من النقطة دي، وبعدين اتحرك للنقطة دي، وبعدين فتح لي النقطة دي. يبقى كليك شمال 1، 2، وبعدين 3. ده كده بالنسبة لنا الأمر رقم 2. يبقى إحنا كده عرفنا الأمر رقم 1 والأمر رقم 2. تعالى بقى ندوس على رقم 3. قال لك هنا لو انت عايز ترسم سلوت بشكل زاويه معينه او بشكل ارك معين، هنا مسميه ب 3 بوينت ارك سلوت. هيقول لك ده النقطه رقم 1، نقطه البدايه، وادي نقطه رقم 2، وبعدين نقطه رقم 3، وبعدين بنبدا نفتح النقطه رقم 4. ازاي نعمل الكلام ده؟ هقول دي نقطه رقم 1، ودي النقطه رقم 2، وبعدين هرجع تاني للخط بتاعي، شوف انا الخط بتاعي هوقفه فين بالظبط، واقول الخط بتاعي مثلا خط دي النقطة رقم 3، وبعدين هبدأ افتح، يبقى دي النقطة رقم 4. نعملها تاني، ادي النقطة رقم 1، ادي النقطة رقم 2، وادي النقطة رقم 3، والنقطة رقم 4. نقطة رقم 1، 2، 3، 4. ده كده بالنسبة لي الأمر رقم السلوت رقم ثلاثة. تعال نستخدم الأمر الأخير اللي هو عبارة عن السنتر بوينت أرك سلوت.
بيبدأ هنا النقطة رقم واحد هي نقطة المركز بتاع الأمر، بعدين النقطة رقم اتنين اللي أنت بتجيب المركز بتاع الأرك التاني، وبعدين بتروح للمركز النقطة رقم ثلاثة، وبعدين بتبدأ تفتح بالجزء اللي عندك. أدي شكل الاسم، نعمله تاني. أدي نقطة البداية، وبعدين نقطة رقم اتنين، وبعدين بنفتح نقطة رقم ثلاثة، وبعدين نفتح نقطة رقم أربعة، يبقى عملنا الشكل. أدي نقطة البداية اتنين ثلاثة، وبعدين نفتح الشكل اللي عندك. طبعا بنحتاج إن الكلام ده بيظهر معانا في رسومات العمليات الهندسية، فنقدر نستعين بالكلام ده. ده كده احنا ازاي نبدأ نعمل الأمر، واتعودنا أو اتعلمنا هنا في شوية الأوامر دي إن احنا نبدأ نعمل الأمر بتاعنا بطريقة بسيطة. نضغط على الأمر، بيظهر لك تلات أربع أوامر لكيفية عمل أمر السلوت، سواء بقى عدل أو السترايت أو باستخدام أرك أو شكل للقوس، سواء بثلاث نقط أو باستخدام السنتر بوينت. هقول له أنا هستخدم النوع رقم واحد، وبعدين هبدأ أستخدم مجموعة من الكونديشن. في هنا كونديشن، هنا قال لك اعمل اد للدايمنشن. لو احنا عملنا فعلنا بس الاد للدايمنشن، هيبدا يكتب لك الابعاد من السنتر ده للسنتر ده، ويجيب لك العرض تلقائي لو احنا ضغطنا هنا نقطه رقم واحد والنقطه رقم اثنين وطلعنا فوق كده. هيبدا يقول لك ايه، خلي بالك ان الشكل اللي انت عملته، الشكل اللي انت عملته كانت الابعاد بتاعته عباره عن 6 و80 و94 و34، يعني انت لو ضغطت عليها دبل كليك تقدر تقول مثلا دي عباره عن 85 ودي عباره عن 35. يبقى ده بيريحك اللي انت على طول بيكتب لك الابعاد مره واحده. بنعملها ازاي تاني؟ ادي اول الامر، هنختار يعني الامر رقم 2 ونفعل الاد للدايمنشن. نقطه رقم 1، النقطه رقم 2، وادي النقطه رقم 3. فانت كده مفعل الطريقه بتاعت الدايمنشن. تعال نستخدم تاني، هستخدم الامر رقم 3. ادي النقطه رقم 1، ادي النقطه رقم 2، وادي النقطه رقم 3، وادي النقطه رقم 4. هتلاقي هنا كتب لك كل الابعاد اللي انت هتبقى محتاجها، سواء بقى هنا قيمه الزاويه، قيمه الراديوس بتاعتك، والعرض اللي عندك. اخر امر خالص بقى عندنا نعمله بالمره، واحنا مفعلين الاد للدايمنشن. ادي النقطه رقم 1، النقطه رقم 2، 3 و4. نرجع تاني نختار هنا الامر بتاع السلوت ونفعل اول واحد، والمره دي الاد دايمنشن كمان عاملين عليها مارك، بس هنختار الشكل التاني. الشكل التاني ده احنا كان بيقيس من مركز لمركز، لا ده هو هيقيس من بره الدايره او من الحدود بتاعت الدايره، من او نص الدايره من بره والدايره التانيه من بره. تعال نشوفها ازاي. ادي النقطه رقم 1، النقطه رقم 2، 3. هيكتب لك ان البعد بتاعه من هنا لغايه هنا هو عباره عن القيمه كلها، كان المره اللي فاتت كان بيقيس من هنا لغايه هنا. يبقى انت خلي بالك طول ما انت محدد على شكل من الاشكال المعينه دي، يقدر تقرا الابعاد من السنتر الى السنتر، وده بيقرا لك الطول الكلي للشكل اللي عندك. تعال نفعل بقى شويه حاجات عشان نبدا نشتغل عليه. اقول له انا عاوز ان الخط من السنتر ده للسنتر ده، وابدا اطلع بالشكل ده. وافعل الكونستراكشن او افعل خطوط السنتر لاين. يبقى انا كده فعلت، خليت شكل السلوبت بتاعي عباره عن سنتر لاين. لو احنا بصينا عليه كده هتلاقوا عباره عن سنتر لاين. ممكن ده نلغي الدايمنشن ونلغي الكونستراكشن، وتعالى نبص على شويه حاجات. انا رسمت هنا امر سلوبت عادي خالص اهو باستخدام مركز والسنتر بتاعه. هبدأ أبص هنا، هتلاقي عندك هنا الإحداثيات بتاعت الإكس. قال لك الإحداثيات بتاعت الإكس النقطة الأولانية، الإحداثيات الواي بتاعت النقطة اللي أنت النقطة بتاعتك اللي أنت بتبعد بمسافة كام واي، أنت عاوز العرض بتاعك ده يكون عبارة عن كام. ممكن تقول له ده عبارة عن 20، فبالتالي بيتغير معاك تلقائي. وممكن تديله كمان إن الطول بتاعه عبارة عن 100، فالشكل بتاعك تقدر تديله دايمنشن على طول مرة واحدة وانت شغال.
او بقى احنا بنفضل ان احنا نشتغل على طول بايه اللي تدفع على القايمه بتاعه الاد دايمنشن، فبالتالي هيكتب لك الابعاد تقدر تعدل عليها براحتك. طيب لو انا ضغطت على اي لاين هيطلع لك الكونديشن بتاعتك او الريليشن بتاعت اللاين، سواء بقى كانت هورزونتال فيكسد او فيرتيكال، او تقدر تخلي ان الشكل بتاعك يكون عباره عن كونستراكشن، او تدي له بقى يكون اتنين الابعاد بتاعتك. احنا كده خلصنا الامر بتاع السلوت، وعرفنا ان احنا كان عندنا 4 انواع رئيسيين نقدر نرسم بهم شكل السلوت لاند. لو احنا بصينا على السهم ده هتلاقي عندك هنا 4 انواع، الاسترايك سلوت او السنتر بوينت سترايك سلوت او بي 3 بوينت ارك سلوت والسنتر بوينت ارك سلوت. عرفنا الـ4 انواع، الاثنين اللي تحت بيستخدمهم في حاله لما يكون عندك عمليات هندسيه في شكل فيها اقواس، او التانيين ساعات بيكون شكل التوب بتاعنا في شكل سلوت معين، او ساعات بيكون موجود في العمليات الهندسيه. احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهارده او الامر بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في اوامر اخرى.